اولا بغيت نشكر اللعابه اللي داروا مجهود كبيره باش يرجعوا ب 6 بوين، وبغيت نشكر الجمهور ديال طنجه. كان ماتش شويه قوي، تبارك الله اتحاد طنجه عندهم لعابه نيفو ناسيونال، حتى حنا ان شاء الله باذن الله في الماتش روتور غندير المجهود ديالنا باش نغطيو على الغلط اللي درنا شويه بزاف كاع اليوم، درنا الغلط الحمد لله سينا ب 6 بوين الحمد لله، اللهم لك الحمد، شكرا. المهم انه كنا نربحوا لانه بسيكولوجيكيا لازم ندخلوا المباراه الثانيه بفوز، ولو يعني لعبنا شرط كبير من المباراه بلا الاجانب، ما شفتوا الاجنبي تاعنا السربي يعني كان مصاب، والامريكي تعدى اصابه ما كملش معنا، يعني لعبنا الا المحليين بقصد كبير من الوقت. لا راح تكون مباراة تحضير عادي كما كان هذا، لانه ما تنساش انه الديربي لازم ما يلزمش يكون ضغط كبير، اذا عملنا تحضير سبيسيال تحضير يعني احنا نعمل عليهم بريسيون كبيره وما ماشي في صالحنا. مازال ما تأهلناش، هذه غير المقابله ديال الاولى، بقينا المقابله ديال الاياب باقي ما درنا والو، ليكار ماشي بزاف 6 بوان، دونك الماتش الثاني غيكون ماتش احسن من هذا ان شاء الله. كنشكر الجمهور اللي جا ساندنا، الحضور ديالو عطانا واحد الحافز، وكنطلبوا منهم باش يعاودوا يرجعوا في الماتش الثاني، وكنوعدهم باش نمشيو للفينال ان شاء الله، ولما لا نحققوا اللقب باذن الله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.